صيف ساخن، زواج وطلاق، الفنانين ترند في مصر، وآخرهم طبعا أمير طعيمة. إيش هي التفاصيل؟ يا ريم، تفاجأ رواد السوشيال ميديا بأن طليقة الفنان أمير طعيمة نشرت بوست بتهاجمه فيه، والبوست كان بيحمل صورة من مشهد بيجمع الفنانة يسرى الجديدي مع الفنان باسم سمرة. طبعا هجومها على الفنان أمير طعيمة كان بسبب أنه تزوج من أخرى بعد انفصالهم بشهرين بس، وتزامن البوست بتاعها بعد مع نشر الفنان بوست بيحمل صور زواجه، وعلق عليه بيوم جميل لا ينسى مع زوجتي الجميلة يسرى الجديدي. وهي زوجته القديمة علقت، يعني ما باركت له زي ما عمل حسام حبيب مع شيرين. لا، الستات ما بتباركش. ما تبارك، يعني حنناقش هذا الموضوع اليوم بتفاصيل أكثر. شكرا لك يا ندى. الرجالة روحة رياضية شوي. أكثر. شكرا لك يا ندى حجازي.